ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة. يلح في الدعاء دعاء المتيقن، لأن المقصود من صلاة الاستسقاء هو الدعاء، ولا يستبطئ الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. متفق عليه. فينبغي للمؤمنين في دعائهم في صلاة الاستسقاء أن يكونوا على يقين، وأن لا تكون صلاتهم على سبيل التجربة، وإنما يكون على يقين. والشيخ ابن سعدي رحمه الله كان إذا كانوا سيصلون الاستسقاء من الغد يقوم ويصلح الميزاب، ميزاب البيت، قبلها بليلة يصلح ميزاب البيت، ويذهب ومعه مظلة إلى المصلى من قوة اليقين بالإجابة. ولا يستبطئ الإجابة. بعض الناس يقول: اليوم نحن نصلي ما يأتينا شيء. ما يصلح هذا، لا يصلح أن يقول الإنسان دعوت فلم يستجب لي، بل يدعو على يقين ويبقى على يقين.